ناجيه عم تلعب فيك يا ابو معروف. بجوز، بس ليش ما قلتوا لي انه بدكم تفوتوا حدا عليها؟ وحده شريفه بطاها، في افضل من هيك وسيله نهددها فيها لحتى تطيعك؟ ليش ما اخذتوا رايي؟ ومن اين بتعلك رايي؟ هاي معك حق. اللي بيمشي تحت المطر بينبنوا تياره، واللي بيمشي بالليل بكير عليه. بتحكي عن الليل، لساتها خفاش اعمى. ليش؟ جاي وقلبك مليان بالغيره، شويه تاني بتقلي شرفي وعرضي. اهل الليل ما بيتعاملوا هيك الفاظ. دراكولا بيحرق النور، وانت اذا ما عشقت العتمه رح تنتهي. تهديد؟ نصيحه. سمعني اياها بلكي بعمل فيها. لسه قلبك عم ينبض، لازم يموت لحتى تعيش. وكيف بدي اقتله؟ دوس ناجيه رح تحرق بنارها. واذا ما حسنت؟ ناجيه مثل الجمر رح تشويك. وين الصح؟ وجودك مهم ليضل هذا السؤال. واذا غبت؟ رح نلاقي البديل. بس هذا الكلام رح يخوفه يا ابو معروف. امرك امرك. الو، كيفك يا ابو معروف؟ اهلين دكتور. ايه، انا بانتظار السيارة. مع السلامة. بتذوق الفن يا ابو معروف؟ الظاهر الثوب اللي لبستوني اياه نساكم اني بني ادم. مالك رهيب؟ ليش بعتيني وراي؟ في شاب بدنا اياك تعلمه. انا ما بعلم حدا. يمكن تسرعت بجوابك. بدكم شيء تاني؟ السيارة جاهزة بانتظارك. رفضت.